بالأمس انتهى موسم الحج مشاهدينا الكرام، لكن أصداؤه ما زالت موجودة عبر منصات التواصل الاجتماعي بلقطات متداولة للحظات الوداع المؤثرة، حيث امتلأ خلال الساعات الماضية صحن الطواف حول الكعبة بالكامل بحشود ضخمة من الحجاج كما هو ظاهر في هذه الصورة، خاصة في آخر ساعة من إتمام المناسك خلال أداء طواف الوداع. فلنشاهد هذا المقطع وبالتأكيد نعود إليكم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. كما وثق شاب سعودي لحظات مؤثرة لحاج ليبي خلال وداعه لبيت الله الحرام في مكة المكرمة بعد انتهاء المناسك. هذا الحاج الليبي لم يتمالك نفسه حين سأله المصور عن شعوره في لحظة الوداع قائلا: أريد أن أعود مجددا، دعونا نرى. خلاص الوداع، الوداع إن شاء الله لنا لقاء سنوات قادمة. إيش شعوركم لو أنت تودعوا مكة؟ تعال تعال تعال، لا تبكي لا تبكي، لا لا لا، ليش 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 تبكي؟ هذه دمعة حلوة هذه يا حبيبي. ايش بك ايش بك؟ تبغى ترجع؟ انت حترجع كل مرة، ربنا يحب اللي زيك. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا شيخ، الله يحييكم والله يحبكم، ماني ماكم تمشوا يا اخي. يا أخي شبك، الله يجبر خاطرك وسعد قلبك. الحمد لله يا حبيبي يا حبيبي. الحمد لله. شبك والله ما بعرف، مبسوط الله يا. الحمد لله جبت أمي. جبت أمك كمان؟ الحمد لله. قلقت الحسنات على الحجاج. إن شاء الله السنة الجاية بجيب أبوي. يا رب يا رب، والسنة الجاية قابلك أنت وأبوك، تدري فين؟ عند الجمرات، نضرب الشيطان سوا إن شاء الله. حبيبي مع السلامة. مع السلامة. مقطع آخر مشاهدينا الكرام حقق ملايين المشاهدات لأبرز اللقطات المؤثرة خلال موسم الحج 2023، والتي تظهر مدى التآخي والتراحم والإنسانية بين الحجاج. فلنتابع.